امبارح حبسنت كان في مؤتمر صحفي مهم جدا لمنظمة الصحة العالمية. المؤتمر ده ربما اتكلم على حاجتين مهمين ربما العالم كله بيتكلم عليهم. المؤتمر ده أصدر تحذيرات بسبب انتشار فيروس كورونا وأيضا بسبب انتشار جدري القرود. خلينا نشوف المستجدات في كلا المرضين أو الفيروسين. انضم لنا عبر زوم الدكتورة شيرين النصيري المسؤول الطبي بوحدة التأهب لمخاطر العدوى في منظمة الصحة العالمية. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا بحضرتك. هل تم رصد متحورات جديدة لفيروس كورونا؟ هل في متحور جديد ظهر لكورونا قبل ما نتكلم على القرود يعني غير أوميكرون؟ والحقيقة أوميكرون هو المتحور الموجود حاليا واللي بيسبب معظم ارتفاع في عدد الحالات، الأوميكرون والتحورات الفرعية منه، بس لم يتم رصد أي تحور جديد غير الأوميكرون هو المتسبب على الزيادة الحالية. طب دكتور شيرين، ليه بقينا نشوف تاني ارتفاع في أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم كله تاني بعد ما كانت الإصابات ابتدت تقل بقت بترتفع بشكل كبير؟ إيه السبب؟ السبب إن الإجراءات الاحترازية اللي كنا بناخدها بدأت تقل، يعني الدول بدأت تفتح، ما بقاش في الناس قل التزامهم بالماسكات، بقى في تجمعات، بقى في احنا في الصيف بقى في حفلات وتجمعات، ده حاجه. تاني سبب التحور اوميكرون والتحورات الفرعيه منها وانتشارها، وهي والتحورات الفرعيه في بعضها بيكون اكثر سرعه في الانتشار. السبب الثالث العزوف عن التطعيم. لغايه دلوقتي احنا لو هنتكلم في العالم نسبة المطعمين فولي فاكسينيتد اللي هم أخذوا الجرعتين من التطعيم أقل من 60%، والمنظمة بتنصح إن نسبة التطعيم توصل ل70% بالنسبة للمجتمع، 100% لمقدمي الخدمة الصحية، و100% للأشخاص اللي فوق 60 سنة واللي عندهم أمراض مزمنة حتى نقدر نحن نوقف انتشار المرض. طيب دكتورة، يعني ناس كتير اتكلمت عن التحولات اللي حصلت في أعراض فيروس كورونا أو تحوراته، يعني كانت زمان كان في كحة ناشفة كنا بنعرفها من إن هي ناشفة، دلوقتي ما بقتش كده، دلوقتي بقى في سعال، بقى في ألوان جديدة من التغيرات طرأت على ده، ممكن نرصدها وممكن نسأل ليه حصل ده؟ هو أعراض المرض بتختلف من شخص لشخص، وكمان بتختلف حسب المتحور، حسب النوع المتحور اللي بيتم رصده. بس غالبا احنا بنتكلم في الاعراض التنفسيه، وفي بعض الحالات بتعاني من اعراض في الجهاز. بنرصدها ازاي؟ ان احنا يكون عندنا ترصد قوي، ان الناس المصابين يبقى في سيستم يقدر يجمع الأعراض منهم بحيث ان احنا نقدر نوصف وبائيا الأعراض دي، ايه هي الأعراض الأكثر انتشارا مع كل متحور. بس بصفة عامة الأعراض دي بتختلف من شخص لشخص، بس ان جنرال احنا عندنا الأعراض التنفسية هي المين دوميننت. طيب دكتور شيرين، خلينا نروح لموضوع تاني هو الموضوع اللي العالم كله مهتم بيه دلوقتي، لانه منظمه الصحه العالميه اعلنت حاله الطوارئ لجدري القرود. ايه سبب تفشي هذا المرض وايه هو اصلا يعني كلمينا اكتر عنه. جدري القرود ده مرض حيواني المنشا. اول حاله تم رصدها في الانسان كانت في 1970 في القارة الأفريقية في وسط أفريقيا وغربها. حيوان المنشأ إنه بيتنقل من الحيوان للإنسان، وفي حالات محدودة بيتنقل من الإنسان للإنسان. ما نشهده حاليا إن هو تغير في نمط الفيروس. الفيروس من في الأربعين سنة اللي فاتوا كان موجود متوطن في القارة الأفريقية، والحالات اللي برا القارة الأفريقية بتكون غالبا ليها ارتباط عن طريق السفر بالقار. يعني كان الفترة اللي فاتت كان موجود في أفريقيا، كان موجود عادي ويعني طبيعي جدا، ما كانش فيه مشكلة. في تحور حصل إنه بقى بيروح لدول أوروبا زي ما حضرتك هتقولي دلوقتي، صح؟ هو كان موجود بس مش هنقدر نقول هو طبيعي، هو مرض، فكان موجود وفي جهود للمحاولة على قضائه ومكافحته. هو مرض
بيعمل وفيات عالية بتبقى ممكن توصل ل 10% من الحالات، بس الكلام ده لما كان موجود في القارة الأفريقية. ما نشهده الآن هو تغير في نمط انتشار الفيروس. فيروس بدأ ينتشر في القارة الأوروبية وفي بعض الدول. دلوقتي احنا عندنا 74 دولة تم تبليغ جدري القردة فيها. الحالات مش مرتبطة بالسفر، الحالات تنتقل، ملهاش ارتباط بالتعرض للحيوان، تنتقل من شخص لشخص عن طريق التلامس المباشر مع حالة مصابة. ده أكتر طريقة لانتقال المرض. عشان كده مقدمي الخدمة الصحية والأفراد الأسرة والشركاء ممكن يكونوا أكثر عرضة للمرض. بس ما نشهده حاليا من أعراض، الأعراض أقل خطورة من الأعراض اللي تم رصدها سابقا في القارة الأفريقية، وكمان نسبة الوفيات أقل بكتير. إحنا لغاية دلوقتي عندنا حوالي 16 ألف حالة مبلغة من 74 دولة وخمس وفيات. هل لي أعراض معينة نقدر يعني نتكلم عليها ونقول إن هي الأبرز؟ وهل هذه الأعراض كانت كما سابقتها ولا تطورت؟ الأعراض متشابهة مع اللي كانت بتم رصدها في أفريقيا، بس أقل خطورة وأقل أقل مش يعني أكتر. أقل شوية، لا أقل. الأعراض تبدأ يعني بعد التعرض، فترة الحضانة بتتراوح من 11 ل 21 يوم، من 3 ل 6 أيام. بعدها بيبدأ ظهور حرارة، ألم عام في الجسم، تكسير، تضخم في العقد الليمفاوية، وبعدها بثلاث سبع أيام بيبدأ يظهر طفح جلدي. طفح الجلد بيكون منتشر في أجزاء الجسم، بيكون عبارة بياخد أشكال متعددة، ممكن يكون عبارة عن بس زي الحصبة، حاجة حمراء مرتفعة شوية، ممكن يكون جواها زي حباية جواها صديد، ممكن تعمل قرح، والقرح ممكن تلتئم. لما تلتئم بعد كده المرض، الشخص ما بيبقاش معدي. الحالات حاليا مش معظمها بتمشي في التيبيكال بريزنتيشن دي. في حالات بس بتظهر عليها طفح جلدي، أفة واحدة بس، أو أفات في أماكن مختلفة، ممكن ما يبقاش فيه حرارة، بس المرض in general أقل خطورة من ما كنا نشهده سابقا. يعني على أي حال، سواء كان الموضوع له علاقة بالتلامس زي جدري القرود أو التنفس زي كورونا، لازم نلتزم بالإجراءات الاحترازية حتى لا نصاب بأي فيروس. شكرا يا دكتورة شيرين النصيري، شكرا المسؤول الطبي لك. في وحدة التأهب لمخاطر العدوى في منظمة الصحة العالمية.